السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. يلا بينا نتعلم مع بعض النهاردة حاجتين مهمين جدا في الإكسل وبيسهلوا علينا أي جدول يقابلك في شيت الإكسل. يلا بينا نروح دلوقتي نفتح مع بعض الإكسل. ده جدول قدامي في شيت الإكسل. الجدول ده بيكون فيه بعض البيانات زي اسم الموظف والوظيفة والراتب. زي ما انت شايف الجدول ده لو سبته بالشكل ده وانت بتدور على اي اسم او اي بيانات داخل الجدول، اكيد طبعا هتوه داخل الجدول ومش هتوصل للبيانات اللي انت بتدور عليها. لو انت دلوقتي هتدور على اي بيانات داخل الجدول اللي قدامك وحبيت ان انت تدور على البيانات دي وبتنزل بالماوس كده، هتلاقي نفسك مش عارف توصل للبيانات اللي انت بتدور عليها. فازاي ان انا اظبط الجدول واخلي البيانات تكون قدامي بطريقة سهلة جدا واقدر اوصل للبيانات اللي انا عاوزها بكل دقة؟ اول حاجة في الاكسل اداة مهمة جدا 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 وبتسهل اي جدول يقابلك في الاكسل. الاداة دي بتكون عبارة عن الفلتر. لو انت جيت على اول صف كده اللي هو باللون الاصفر وجيت على اول صف اللي هو باللون الاصفر وحددته كده، وبعد كده رحت على sort and filter وضغطت عليها ورحت دوست على كلمة فلتر، هتلاقي ان هو عمل لك فلتر للصف اللي باللون الاصفر. هنا هتلاقي السهم ظهر على كل خلية من الخلايا اللي موجودة في الصف الاول. لو انت جيت دوست على السهم اللي موجود هتلاقي فتح لك جدول صغير كده في البيانات اللي موجودة في العمود الاول اللي هي بتحتوي على الاسامي اللي في العمود. هنا لو انت بتدور بقى على اسم وجيت في السيرش وكتبت مثلا اسم احمد، هتلاقي ظهر لك كل الأسامي اللي بتحتوي على اسم أحمد. هنا أحمد عمر السيد وعماد أحمد فرج، جاب لك كل الأسامي اللي فيها كلمة أحمد. تبدأ بعد كده إن أنت لو بتدور على الاسم ده هتيجي تحدد على الاسم الأول والاسم الثاني وبعد كده بتدوس على أوكي. هنا هتلاقي عمل لك فلتر للبيانات اللي بتخص كل اسم فيه كلمة أحمد. طيب لو حبيت إن أنا أرجع تاني بدوس على السهم وبعد كده بدوس على كلمة select all علشان يحدد لي كل الأسامي وبعد كده بيرجع لي الجدول زي ما كان. انت بقى لو انت عاوز تعمل فلتر على أي حاجة من الجدول اللي هو موجود بتروح على الخلية اللي انت عاوز تعمل عليها الفلتر. يعني مثلا لو انا عاوز أعمل فلتر على إجمالي المستحق هتيجي هنا تدوس على السهم وبعد كده تبدأ تدور على الرقم اللي انت عاوزه من خلال الارقام اللي هي موجودة. وهنا لو جيت عملت فلتر على الوظيفة واخترت مثلا معلم تربية رياضية، اول حاجة تشيل علامة الصح من على select all وبعد كده بتدوس على معلم تربية رياضية وبعد كده بتدوس اوكي، هتلاقي جاب لك كل الموظفين اللي هم معلمين تربية رياضية، بيجيب لك كل البيانات الخاصة بيهم وبيعمل لك فلتر فقط على معلم تربية رياضية. يبقى كده احنا عرفنا ازاي ان انا اقدر اعمل فلتر علشان تقدر تلاقي البيانات اللي انت بتدور عليها داخل الجدول من خلال الفلتر. هنا لو رجعنا هنا ودوسنا على select all ودوست له اوكي كده انا رجعت الجدول زي ما كان. ده بالنسبة لفلترة الجدول. لو انت عندك جدول مليان بيانات بالشكل ده وعاوز تعمل فلتر للجدول هتقدر تعمل فلتر من خلال sort and filter. طيب تاني حاجة بقى، لو انا عندي جدول بالشكل ده وبدور على اسامي معينة بس عاوز الصف الاول اللي هو باللون الاصفر، عاوز الصف ده يكون ثابت مكانه ما يتحركش ولا ينزل معايا وانا بقلب بالماوس لتحت زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، عاوز الصف الاول اللي هو ده باللون الاصفر عاوز اخليه ثابت والبيانات اللي تحت الصف الاول هي اللي تتحرك. الحركة دي بعملها ازاي؟ بروح على الصف اللي هو باللون الاصفر وبعلم على الصف اللي تحتيه، يعني ده الصف اللي هو باللون الاصفر بعلم على الصف اللي هو تحتيه وبعد كده بروح على حاجة اسمها view ومن view بختار حاجة اسمها freeze bands، بضغط عليها وبعد كده بدوس على كلمة freeze bands. تعالوا بقى نجرب ان احنا ننزل بالماوس نشوف الصف الاول هيثبت معانا ولا لا. زي ما انتوا شايفين الصف الاول كده ثبت معانا، كده احنا عملنا حاجة اسمها تجميد للصف الاول. تقدر بعد كده ان انت تدور على البيانات اللي انت عاوز تلاقيها داخل الجدول بكل سهولة. طيب لو انا عاوز بقى ان انا اثبت العمود، يعني مثلا لو انا جيت وعملت كده
وعاوز مثلا ان انا اثبت العمود اللي فيه اسم الموظف. ازاي ان انا اثبت العمود؟ كل اللي عليا بروح على العمود الاول، وبعد كده بدوس freeze and bands، وبعد كده بدوس على freeze first column اللي هو تثبيت العمود الاول. كده لو انا مشيت بالماوس جهة اليسار هلاقي اسم الموظف ثابت معايا بالشكل ده. يعني مثلا اهو انا بتحرك بالماوس هلاقي اسم الموظف ثابت بالبيانات اللي هي موجودة تحتيه. كده انا عملت تثبيت للعمود الاول وعملت تثبيت ايضا للصف الاول. يبقى احنا كده عرفنا النهاردة حاجتين مهمين جدا في الاكسل. عرفت ازاي ان انا اعمل فلتر للجدول علشان لو عندي جدول مليان بيانات اقدر ان انا اعمل فلترة للجدول ده علشان الاقي البيانات اللي انا بدور عليها. وتاني حاجة عرفناها مع بعض اللي هي فريز، ان انا بجمد الصف او بجمد العمود علشان ما يتحركش معايا وانا بدور على البيانات داخل الجدول. وبكده نكون خلصنا الحلقة بتاعتنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واعمل اشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد، وانتظرونا في الحلقات اللي جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.